هاي والدين تا إن شاء الله وتعالى فرصتها لقى فائدة يستو دسمها وحويا مركز الباب ككبر حنا نجوب بعجن أيون غندونا ما عاد كن بإذن الله تعالى قلن كهري قلن كدم باب ولا دجن دونا دتك وين لفتو ذا رجع هبين كي يا لافوري دونا بإذن الله تعالى حافظا أي جماعة البيان كوتا الله هذا هيلس أي نكفر إنه ما عاد دعوة قيب كم بدا تعالى وسود ويننا ما حد كمر كلا وسود ويننا هذه أوديدي حافظة عن نهيو سود ويننا وعود عيننا أن إله تبارك وتعالى هبرك هي وجود ما حد الدعوة نبى واحد لقها يا هذه أنا واحد ويانا شيخ قبل كير لهين بوري قل فوفان لغون لهينة وحلا ما حد الدعوة هدان وكير لهين حقيقة تدو نلاش كده عمر رنتي هان لهين أو دينتي أدبرتي أو مركا أدمتك كدي بلا هذا اللهم اغفر لي ولوالدي إلهي ونجي إلا بدي دي والد إلهي ودن بقية ضعف مجتمع سومالي لاند فعلا بحاجة إلى اللغة العربية. هذا المجتمع العربي الذي لا يتكلم العربية وإن كان يفهم اللغة العربية. حفلة فرتها كما حد كان دعوة برشاد الشراعة الإسلام كي أفقع عربيقا أي قيبت أفراد كفرتي حافظة هودن هي لسكرهان دبا قوين يجامعة البيان وحنا مناسبة سكة سوق قلي مامول كاية معالمين تا محد كال دعوة يسيدو كلاي أساسياشا محد كاسي أو كميدي أي شيخ محمد إبراهيم أهنا قدوميها جامعة البيان وعنا برشادة دقمدا معالن هارون قاران حافظة هودن هيليس ugu baaqeen inay u furan yahay maalinta axada maxadkaasi jeedi in cidii aan hore warkiisa wax badan u haynin loo taariifiyo ma cadu daacwa sida la sheegay de waxa weeyaan koob iyo labaatan jirsaday midhiisa aanu arkaynay ardayga quraanka inoogu furay oo macallin ah xamse si وحويان قرالكو وحسر رسمية أب الامي دونا إن شاء الله تعالى مال انت أحدى بإن الله تعالى بالريوم با نقم مغنان دونتين قيلن هوري قيلن دنبابا قفكو وقت قيوة هليلة أيو أي إن شاء الله تعالى أي إيمان دونان وحن إن شاء الله هاي دوماركا أي وقت يالله قد تلقالي وان كلام مشغولين شغدو دي قريقا لو ديارين دونا dalin yarada khaasata inamadii hablahaaba waqti ku filan ayaa la siin doona gelinka dambe saaso kala ardayda iskuulada dhiganaaya ee secondaryada ku jira ayaa insha Allah taala loo furi doona gelinka dambe inay ka faa'iideystaan oo ilaahay diintiisa ay bartaan oo ardaygu go'do markuu secondary dhameeyo jaamacad ma diiyeeti diinigaaba uu gali kara marka insha Allah taala fursad laga wada faa'iideysto oo xaafadu insha Allah ta'ala wax badan ay kaga maaranto ayuu inoo noqon doona aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa si gaar ah ardayda jamciyada ardayda ee jaamacatul bayan oo xaqiiqatan dadaal badan geliyay inay faafiyaan xaafada iclaanka ay gaarsiiyaan nidaamiyan sida wanaagsan ee loo fadhiyo waa kuwa ku jeeni qaaran koodhka يعني وحوي إن شاء معدا إنهم يهب لبا الله بركيه قرشي ني إنه معدكو يشو وقتك الصباح دي سي كامل إن لو بوحيو ولقا بلابا تضبط الصباح نما إلا لبا إيا طبانكا إنه أردهو حيصدا كامل أو هلو إن محا الله ديگايا وحا الله ديگايا دمان فنون تي دين تا ويقول الرئيس اللغة العربية قيبه ديك للدوانا تفسير كي قرآن كا حديث كي رسول كا عليه الصلاة والسلام سيرة دي النبي كا تاريخ دي ومد إسلام كا عقيدة دي إسلام كا فقه إيوه علوم بدن أو بربر سعوتا وحا انتا دير وانو قو تلقى اللي أردئيقو إنو مادة مواد كالي أو ماديو أساسية دانا إنو قاطو سيدا لغة إنجريسي دا een xisaabta iyo af Soomaaliga cidii u baahan iyo kombiyuutarka oo isaguna takhasuska ugu jira afarta maadana inay kapitaan u noqdaan oo ardaygu afarta maadana isagoo yaqaan oo macadka ka baxo oo ay u barbar socdaan culumti diinta
وحن كم ذا هاردي دي معد كودري لبدا كن طبيعة ما كلمات كيسي جماعة طيبة بالمدينة المنورة أي معد كن نادري شام عدا وحن خلي قنشنا وحن هيد وشهادة ذي معد الدعوة أنو كساق هذا لي ما قالنا يو ما في لا يهر جيسين وكيالو مع اللمدة حتى حق شهادة ساقون سجا وايو سعودو جامعاتها كويالي وحاوية أرضي ذا منحة دراسية من سكور شبسك بحياهي وحي راشن تلعاتك بضان مثل اللحوية انت هذا حسوستو أرضي ذا ديقاتاهي وحاوية أرضي ذا مع الدعوة كسو تخرجي يسو كويالي الدعوة هالكا سوق نسية بورت كويالا ايان مامل كاهي واردكو انت بضان حقن حافظ دكاه كي مادة يو انت هودان هليس waxay naga codsadaan maxad xagaas miyad nooga furtaan marka anaguna de ilaahay baa run jecel waxaan ku nidaanaha insha Allah waa la idin furayaa oo idin hawl galiina kelmadaasaan ku midno ka adkaan marka mar hadii maxadkii la furay waxaan leenay ma sha Allah maxadku waa ka la furay soo wada gala inna jaamacada loo reebay markabka kale halka fadhiyana yaani maxadka loogu tala galay waxa ku dheer deegaanka uu ku yaalo deegaanka ugu yaalo meela qaar ba adiga ku dhaadsan si wax ku dhiga marka joogto meela bilaa jabaq oo yani runtii deegaanka inta la eegle parkinka inta la eegle quruxdeeda iyo soo gelitaankeeda qudhaha de waxaan filayaa malaha faraci ugu qurux badnaaba maca ka suuq isku dara oo parkina inta la leegiyo dhismayaasha inta la leeg yani meel haysata yani xaafadan yani ka hayo hodan hilis waa nasiib gaar ah in badan baan ugu soo celceliyay macad hal furo ilaahay wuxuu qadaray inaanu sheekha ka codsano iyo macadkeena sharafta badan ee macad daacwa inuu la nasiyo waanu inaga aqbalay marka macadki mar haddu inaga aqbalay talabki inaynu buuxino macadki un baadeen oo taala warkalo inuu yeela aad baanu salaamayaa macallimiinta iyo marti sharafta ba sida la sheegay kulli anigu waxaan ka mid ahay ana ardayda amba wabixii soo dhigay macahad da'wa waxa uu kaga duwan yahay macaahid kale waa macahad loo aasaasay waxa weeyaan in dadka diinta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala lagu baro dadka ugu la dadaalaya marka ay kala joogan jaamacadaha dibadda meel ka saaday Saudiga tahay haday Suudaan tahay yaaday waxa wadamada kale ay tahay intaba macahad da'wa nimba waxa laga hayaa hadii aanu waxa weeyaan sheekh Abdulkariim lahayn buuri qof fofan noqon lahayn waxa la maxad daacwo hadaan u jir lahayn xaqiiqatan dad nolosha ka dhacay runtii ahaan lahayn maxay runtii maxadkaasi baahi badan bay inuu qabnaa way inuu yariin sagaal maxad waxaan islaayay ila maxadka imka abdalla joogay laakin ila farshan bay u baahayn inta malcaamadu isu jiraan laakin macaahidu isku jirto ayay inuu baahanahay waayo qof quraanka garanayo oo aan wax kale garanayn de waxba waa ajaladun ama waa min mari duuban mujtamaa Somaliland فعلا بحاجة إلى اللغة العربية هذا المجتمع العربي الذي لا يتكلم العربية وإن كان يفهم اللغة العربية إلا أنه لا يتكلم اللغة العربية بحاجة إلى اللغة العربية وإذا سألنا سؤالا لماذا نحتاج إلى اللغة العربية المهندس عندما يدرس الهندسة ولا يطبق الهندسة laba wiil oo horay iga bixeen dufca kalena waa u haya insha Allah taala waa u keenay doona hadii ilaahay ka dhigo waana ku intifaaceen xasuusin waxa mudan dhalinyarada ama ardayda ka baxa macaahidda shariicada iyo jaamacadka islaamiga ah saddex arrimood oo wanaagsan in laga helo